مساء الخير عليكم البنات ومساء الورد. كنتمنى تكونوا اون فورم وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم رجعت لكم بواحد لا فيديو اللي غنشارك معكم فيها كيف ما العاده شي حويجات درتهم من بعد ما رجعت من الخدمه. نتمنى انها تعجبكم وتاخذوا منها افكار. البنات اللي سولني على هاد النبته قالوا لي واش كتبقى مده طويله، كيفاش يمكن نعتنيو بها؟ فالبنات هاد النبته هادي راها خاصه بالبيت، سميتها لوركيدي، شكلها زوين بزاف وكتوحي هكا على واحد لا نوبليس واحد لورغي. صراحه شكلها راقي وكتعجبني انا شخصيا، وكتلقاو فيها بزاف اللون الابيض والموف او البنفسجي عفوا، هما اللي كيتعاودوا بزاف. المهم البنات اللي كيهمهم الامر، انا راه كنت شريتها ب 160 درهم، وباش يمكن لكم تعتنيو بها وتبقى لكم مده طويله سهل بزاف البنات. اول مره كتشريوها كترقدوها في شويه ديال الماء، يعني كتحيدوها من داك الميكا ديالها وكتوضعوها في واحد لو بول تيكون فيه الماء واحد 10 ديال الدقائق. من بعد كنحيدوها من هذاك لو بول اللي فاز قبل ما، ونديروها في واحد لو بو اخر اللي يكون ناشف، ونحطوها لمده 10 ايام. كل 10 ايام البنات كنعاودوا نفس العمليه، وكتبقى لنا مده طويله وكذا كتفتح ديك الوريدات. الا عقلتوا اول مره وريتها لكم كانوا فيها الوريدات باقيين مسدودين، ولكن دابا كما كتلاحظوا بداو كيتفتحوا كيعطيو واحد الشكل زوين بزاف، وصافي من بعد ما كيتفتحوا كاملين كيبقاو واحد المده لا باس بها، وتيبداو يطيحوا من بعد. وابخي البنات من بعد ما كيطيحوا كتعاودوا غير تقصوا لهذاك الجذور ديالها، وكتعاود مره اخرى تنبت وتبقى مده طويله كيف ما قلت لكم الا اعتنيتو بها مزيان وخليتوها يعني دائما في الظل. فكنتمنى البنات اللي سولوني عليها يكونوا كيشاهدوا هذا الفيديو اليوم. ومن بعد البنات ما ارتاحيت وخديت الوجبه ديال الكوتي مع الدراري، الان غندخل الكوزينه نشوف هكا شنو غادي ندير. وصراحه بغيت نقطع هاد لاداند وقلت علاش ما نشاركهاش معكم بالنسبه للاخوات اللي كيهمهم الامر، لانها فريمون واحد الفكره رائعه جدا. كيف ما كتلاحظوا هنا عندي واحد الكميه كبيره، يعني واحد الكميه ديال 5 كيلو كنخدم عند هذاك الكروسيست اولا البائع ديال الجمله ديال لاداند، كيبيع الصراحه هاد الكميه هكا في هاد الاكياس يعني 5 كيلو. واللي مهم هو انك تاخذي شي حاجه اللي باقه جديده وكتقام عليك رخيصه، لانك كتاخذيها بالجمله البنات وكتنفع بزاف. يعني الا وحلتوا كتلقاوها في الثلاجه سواء ليكم اولا للضيف ديالكم، مي كتكون عندكم واحد الكميه اللي موجوده، ما كتبقاوش تقلبوا بزاف، ما كتبقاوش تحيروا. وانا كناخذها تقريبا مره في شهرين، كتبقى لي تقريبا واحد شهرين اولا شهرين الى اكثر. وكتجي بهذا الشكل كيف ما كتلاحظوا، كتجي عباره عن قطع هكايا ديال الصدر وصافي. اش كندير البنات؟ اول حاجه كنغسلها مزيان من هذاك الماء ديالها الاولاني فقط، وكنخليها تنشف وكنديرها في المجمد. حتى كنبغي نطيبها البنات عاد كندير لها ديك الغسله العميقه وتنغسلها هكا مزيان. مثلا الان غادي نغسل هاد القطع هادو، غادي نقطعهم وغادي نستفهم في الثلاجه. بالنسبه لهاد الكميه هادي بغيت نحضرها اليوم للعشاء، فغسلتها مزيان بالحامض والملحه والخل وخليتها كتنشف هكا على خاطرها، عاد نقطعها الى قطع. وصراحه كما قلت لكم راها كتنفع بزاف البنات، ما كنبقاش نحير بزاف ونقلب ونشوف شنو غادي ندير في العشاء اولا في الغداء. بعض المرات كيجي عندك شي حد على غفله كديري هذه بروشيت، فريمون البنات كتنفع، وكما قلت لكم راها كتقام عليكم ارخص. صافا البنات هنا انتهيت. كيف ما كتلاحظوا هاد الكميه غنطيبها معكم اليوم، غادي نخليها على جنب. وهذوك لي مغسول اللي بقاو راني غادي نزيدهم على داك لي مغسول الاخرين اللي غسلت، وغادي نقطعهم غير بهذا الشكل ونديرهم في المجمده البنات. ما كنقطعهمش الى شرائح اولا الى ديستيك، لانها شويه رطبه، كتكون لدان شويه رطبه، كيجي صعيب انكم تقطعوها بهذاك القياس اللي بغيتو اولا داك الرق اللي بغيتو. فكندخلها المجمد بهذا الشكل، ومنين كنبغي نقطعها الى شرائح اولا ستيك كنقطعها وهي مجمده، كتجي سهله بزاف البنات. وكديروا يعني العبار اللي بغيتو نتوما والرق اللي بغيتو نتوما بلا ما كتبقاو تمحنوا معاها بزاف. صافي انا درتها في اكياس كيف ما كتلاحظوا، وغندخلها مباشره للمجمد، وملي غنبغيها راني غنستعملها. لان البنات غنشارك معكم التتبيله اللي كندير لهاد الديك الرومي. هنا غناخذ واحد الكميه ديال القزبر ومعدنوس، غادي ناخذ الثومه، شويه ديال الحامض، شويه ديال التوابل، وشويه ديال الهريسه، وزيت الزيتون، كتجي رائعه جدا. كنتبلها البنات وكنخليها تقريبا واحد الساعه اولا ساعه ونصف حتى كتشرب داك القمامه مزيان، عاد من بعد كنطيبها.
انا البنت غنجمع العناصر كامله في واحد الاناء، غندير لا داند، غندير عليها القزبر معدنوس الثومه، غنعصر واحد نصف حامضه، غندير واحد المعلقه كبيره ديال الهريسه. الهريسه كتبقى صراحه اختياريه، لكن عندكم ولادات صغار ما تبغوهاش تجي لكم حاره، يمكن لكم ما ديروهاش. صراحه انا وخا ولادي يعني كنديرها ما تجيهمش حاره، لانها كتجي هكا حلوه، يعني ماشي واحد الهريسه اللي كتكون حاره بزاف ومعلقه مع الاخرى والتسبيله الاخرى، فما ما كتحسوش بديك المذاق ديال الحار، فقط داك البنه وداك داك البنه ديالو صافي. هنا بالنسبه للتوابل غندير واحد المعلقه ديال الكمون، معلقه ديال التحميره اولا الفلفل الاحمر، معلقه ديال الفلفل الاسود، شويه ديال الخرقوم البلدي، وزيت الزيتون البنات، وغنحرك هاد العناصر كامله مع بعضها. غنسد هاد الاناء بواحد الورق بلاستيك اولا بلاستيك الغذائي، ومن بعد غنحطو على جنب الوقت اللي غادي يتبل هكا ويرقد مزيان ويشرب مزيان داك اللقامه، ونرجع لكم من بعد. صافي البنات، هنا خيت لادان كترقد على خاطرها، وقلت غنغتنم الفرصه وغنحضر هكا واحد لابغيوش بواحد الطريقه سهله مهله وسريعه بابسط ما يكون. شاركتها معكم في واحد الفيديو قديمه ولكن بواحد الطريقه شويه مختلفه. لان البنات غادي ناخذ كاس ديال الحليب دافئ، واحد الكاس ديال السكر، كاس ديال الزيت النباتيه، واحد دانون ناتور اولا واحد الياغورت طبيعي، جوج معالق ديال الزبده بحاره المطبخ، جوج معالق ديال خميره الخبز، هنا عندي انا حبوب يمكن لكم تستعملوا العاديه، وعندي واحد ساشي ديال الفانيليا، واحد ساشي ديال الخميره كيماويه، وواحد الكميه ديال تقريبا نصف كيلو من الدقيق. بالنسبه للبنات الساشي ديال الفانيليا حتى لاخر لحظه عاد قررت انني ما نستعملوش، كنت في الاول باغا ندردرو هكا شويه فوق من لابغيوش قبل ما ندخلها للفران، ولكن في اخر لحظه بدلت يعني داكشي اللي غادي ندير من فوق فما غاديش نستعملو. غناخذ واحد الاناء غنبدا نوضع فيه العناصر الجافه هي الاولى، غادي ناخذ السكر وغادي نضيف عليه الخميره ديال الخبز، الخميره حبوب، غنضيف عليهم الكاس ديال الحليب، من الاحسن البنات يكون شويه دافئ باش يعني ديك الخميره تتفاعل هكا وتعطي نتيجه احسن، وصافي غادي نحرك هاد العناصر مزيان البنات في الاول، ومن بعد غادي نضيف العناصر الاخرى. وهنا كيف ما لاحظتوا البنات انا ضفت واحد القبيصه ديال الملحه اللي كتبقى يعني اختياريه، لان اصلا هاد لابغيوش راها كتكون حلوه. من بعد البنات غادي ناخذ الدقيق، الان غناخذ قياس ديال جوج كيسان ديال العنبه من الدقيق في الاول، غنضيفها لهاد الخليط، ومن بعد غادي نضيف الياغورت الطبيعي، وغنحرك هاد العناصر كامله مع بعضها ونغطيها ونخليها على جنب تقريبا واحد 15 دقيقه، عاد نمشي نضيف العناصر الاخرى. وكيف ما كتلاحظوا البنات هاد العناصر كامله غادي نجمعها فقط بداك الكاس ديال الحليب الدافئ، يعني ما غنستعملش الماء نهائيا، ما غادي ندلكها ما حتى شي حاجه، واحد لابريوش اللي كتجي رائعه جدا وهشيشه وما كتدلكوهاش، ما كديروش فيها مجهود نهائيا، غير بداك الكويس ديال الحليب غنجمعوا العناصر الاولى كامله مع بعضها، وصافي غادي نغطيها بواحد البلاستيك غذائي ونخليها على جنب الوقت اللي غتفاعل ليا ديك الخميره ديال العجين، وغادي نخليها وغادي نمشي باش نكمل التحضير ديال وجبه العشاء. صافي هنايا خليت هاد العجين على جنب، ودوك العناصر اللي بقات هي غنخليها حدايا حتى من بعد نضيفها. وهنايا كما كتلاحظوا غادي نكمل الوجبه ديال العشاء. في الفيديو اللي شاركت معكم فيها القمرون بابلي، بزاف ديال الاخوات من الدول العربيه ما عرفوش شنو هو ابلي وسولوني عليه. البنات هو هذا اللي كتلاحظوه، هو القمح الكامل، يعني واحد لو بلي كما كتلاحظوا اولا واحد القمح كامل هو اللي كنحضروا به يعني هكا الاطباق ديالنا، وتيبقى صحي البنات كنحضروا به هكا اطباق ساخنه اولا سلطات بارده. المهم هنا اليوم ان شاء الله غادي نحضر ديك لاداند بابلي وبالخضر، غنحاول ما امكن نستعمل الخضره اللي عندي، يعني عندي شويه ديال القرعه، شويه ديال الجزر، شويه ديال البسباس، والفلفل الاخضر والاحمر. من بعد ما قطعت الخضره ديالي الان غناخذ واحد المقله وضعتها فوق نار متوسطه، غندير شويه ديال زيت الزيتون، وغادي نشحر فيها البسباس ديالي مع الفلفله. البسباس البنات كيجي رائع جدا، انا عوضت به البصل لانه حتى هو صحي وكيعطي واحد البنه واحد النسمه زوينه بزاف لهذا الطبق. ومن بعد غنضيف عليهم مباشره قطع الديك الرومي.
البنات بالنسبه للتوابل كما قلت لكم درتها في الاول في الديك الرومي، هنا غادي نضيف غير شويه ديال الفلفل الاسود وشويه ديال الملحه باش الخضره اللي غادي نضيف ما تجينيش مسوسه ولا ناقصه الملوحيه. اما بالنسبه للادان فهي فريمون تبلات مزيان وداك الماء ديالها راه غادي يطلق في العناصر كامله من بعد. الان البنات غادي نضيف ابلي، كنضيفو مباشره ما كنسلقوش من قبل، قلتها لكم في واحد فيديو قديمه، ملي كتضيفوه مباشره ما كيتعجنش لكم وما كيهبطش بزاف. وبالنسبه للكميه كيبقى لكم حسب الاختيار حسب عينيكم ميزانكم. انا صراحه كندير فقط 3 تاع الكيسان ديال العنبه، فكيجيني صراحه 4 الاشخاص وكيشيط يعني الخير. وملي كيكون يعني الخضار وكيكون اللحم او قطع الديك فكيكون داكشي يعني هكايا كافي، لا داعي ان نكثروا بزاف. المهم هنايا هذه الكميه اللي درت انا البنات، غادي نشحروا مزيان مع العناصر كامله، عاد غادي نضيف الماء. صافي البنات الان غادي نضيف الكميه الكافيه ديال الماء، كنصحكم انكم تغطيو المقله ديالكم بالماء باش العناصر كلها تطيب مره واحده البنات وبنفس الطريقه. ومن بعد غادي نجيب الخضره ديالي اللي قطعت وغادي نستفها فوق المقله، مهم واحد الطريقه هكا عاديه، غير غادي ماليش نبقى نتفنن بزاف من داك العشاء وداك الشيء ديال الزربه. غادي نقطع داك الخضيره كامله عفوا، اولا غادي نستف داك الخضيره كامله في المقله ديالي. وكيف ما لاحظتوا مؤخرا وليت كنستعمل الخضره باستمرار، كنحاول ما امكن في ما نطيب شي طبق ندير فيه الخضره كامله اللي عندي في الثلاجه، منها ايفيكتيفمون كتلي كيدوي البنات شويه الخضره ما كتبقاش تطيح عليكم، ومنها وليداتكم كيتناولوا هكا الخضره وهي طريه. وبصفه عامه هادو هما الاطباق اللي كنحضر دائما يعني في الفصل ديال الشتاء وكيجوني هكا ساهلين وكياكلوهم وليداتي، يعني واحد الاطباق اللي هكا صحيه وفيها فوائد كثيره. وفي اخر لحظه ما عرفتش رديتو البال اولا خديت واحد نصف حامضه البنات وعصرتها فوق هاد الطبق، كتجي هكايا زوينه وفيها واحد البنه وواحد لاسيديتي. وصافي غادي نغطيها الان بالورق ديال الالومنيوم، غير وكان البنات كنصحكم انكم ديروا عفوا الورق ديال المطبخ قبل من الالومنيوم، هادشي اللي كندير عاده، ولكن صراحه بالزربه نسيت وضعت مباشره داك البابي الومنيوم تساليت عاد تفكرتو، فقلت ماشي مشكل غادي نخليها طيب على خاطرها هكا دغيا. وانتم كنصحكم يعني من الاحسن ديروا الورق ديال المطبخ وعاد غطوه من فوق بالورق ديال الالومنيوم. صافي البنات هنا غنخلي العشاء ديالنا فوق النار يطيب على خاطرو، والان غادي نمشي باش نكمل معكم لابغيوش اللي بدينا. غادي نعاود ناخذ داك الاناء اللي كانوا فيه العناصر الاولى وغادي نضيف عليه هذاك الكاس ديال الزيت النباتيه والدقيق الابيض مع الخميره الكيماويه، ونعاود نحرك هاد العناصر كامله مع بعضها. كيف ما قلت لكم هاد لابغيوش اللي زوين فيها هو انكم ما كتدلكوهاش نهائيا، غير كتجمعوا العجين يعني بالاطراف ديال الاصابع وصافي. غادي نجمع هاد العناصر كلها مع بعضها ونعاود نتلقاكم باش نوريكم الطريقه يعني قبل النهائيه. هنا البنات في اخر مرحله غادي نضيف الزبده بحراره المطبخ وغادي نجمعها بالاطراف ديال الاصابع. صافي البنات هنايا غادي نخلي مره اخرى العجينه ديالي ترتاح شويه وغادي نمشي نشوف اشنو غندير. صراحه غير بالصدفه يعني من بعد ما كملت الحويجات ديالي ما غسلتهم بنت لي الاله ديال غسيل الملابس شويه موسخه، فقلت غادي نضرب لها هكا واحد المسيحه. وهذا الفيديو هذا انا شاركته معكم بالتفصيل، هذا هو النهار اللي كنت نضفت فيه الاله ديال غسيل الملابس وخديت هذا الفيديو درته لكم بوحدها نزلتها. بالنسبه للاخوات اللي كيهمهم الامر غادي تلقاوها على القناه، يلا درتها هذه واحد اليومين اولا ثلاثه، سيروا شوفوها. طريقه بسيطه عقمت بها الآلة ديال غسيل الملابس ورجعت فريمون كتشعل ولات نقية بزاف، وقلتها لكم كل ما حافظتوا على الآلة ديالكم كل ما غتبقى لكم واحد المدة طويلة وما غاديش تصدى لكم وما غاديش يعني تضيع بسرعة. المهم انا استعملت فقط الخل والمنظف ديال الزجاج، كيرجعها زوينة بزاف البنات وكيمسحها مزيان. المهم البنات اللي كيهمهم الأمر راه الفيديو كاينة غير هاد لاسمين في القناة.
لان البنات غنرجع للعجين ديالي من بعد ما ارتحت شويه وغادي نحاول نقطعها هكا الى قطع متساويه، لان غادي نكون منها واحد الكويرات وصافي. بالنسبه للعجين يعني غادي نجمعها بهذا الشكل، غادي نوضعها في هاد الصوينيه ونسرحها. من الاحسن يعني العجينه ديالنا نطلعوها خفيفه، ملي كتكون خفيفه البنات كتجي هشيشه بزاف. واخا تبان لكم بانها كتقطع فماشي مشكل، لان حنا ما دلكناهاش، فيعني كيعادي انها تبان لكم بحال غادي تقطع، ولكن راها ملي كطيب كتجيها كمنفوشه وكتجي مفقعه البنات وكتجي فريمون هشيشه من الداخل. صافي هنا كما لاحظتوا غادي نقطعها الى قطع متساويه، ومن بعد غادي ندير واحد الكويرات ونوضعها في واحد الاناء اللي غيمشي للفرن. بطبيعة الحال دهنت شويه ديال الزبده في المول ديالي باش ما يلصقش ليا العجين. وصافي هنا غادي ناخذ شويه ديال البيض وغادي ندهن هذوك لي بريوش من فوق. دائما البيض انا كنضيف ليه واحد المعلقه ديال القهوه باش نحيد داك الزفار ديال البيض، وكت كيجيها كيحسن كتجي من السما. انا شخصيا ما كنبغيش ديك الريحه ديال البيض في لي بتي بان اولا في القرص اولا في لي بريوش، فدائما كنسمو بشويه ديال القهوه اولا شويه ديال الشوكولاته السوداء. صافي من بعد غادي ندهن لا بريوش ديالي وغندير شويه ديال اللوز افيلي وشويه ديال الشوكولات من فوق. متزين كيبقى على حساب الاختيار، انا داكشي اللي كان عندي موجود هو اللي درت. وغندخلها للفران ديال الحراره 180 تقريبا، يعني لمدة 30 دقيقة أو 35 دقيقة، الوقت اللي غادي تنفخ فيها لبريوش ديالي وتطيبها كمزيان عاد نخرجها. العشاء ديالنا البنات صافي ها هو طاب، جا رائع جدا ولذيذ. هنا غادي نزينو بشويه ديال الحامض هكا غير طريفات من فوق، حتى هو كيعطيهم واحد الديكور واحد البنه كذلك. صراحه جا زوين بزاف البنات، كنصحكم فريمون انكم تجربوه. سهل ماهل ما كياخذش الوقت نهائيا، وكيبغيوه الكبار وكيبغيوه الصغار. يعني انا شخصيا اي حاجه كطيب مره واحده كيعجبني نديرها، لان ما كنضيعش فيها الوقت نهائيا. وصافي لا بريوش ديالي هي راها في الفران، غادي نوريها لكم في الاخر ديال الفيديو الوقت اللي غادي تطيب. وطبعا الحل ما تناولوهاش اليوم، غنخليوها حتى لغدا ان شاء الله، سواء في الصباح اولا في الكوتي. وهاد القضيه البنات راني ولفتها دائما، بما انني واقفه في الكوزينه دائما كندير واحد الكيك اولا شي حاجه اللي غتنفعني في الصباح اولا في الكوتي، يعني واقفه عصفورين بحجر. وتيكون البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق اللي حضرت معكم اليوم، ديال الديك الرومي بابلي والخضار، كيجي رائع جدا ولذيذ فريمون، رائحه يا سلام البنات. وفي هذا الشتاء وفي هذا البرد يعني الاطباق الساخنه هي اهم حاجه، يعني نديروها ونستافدوا منها ونستافدوا من الطراوه ديالها. وغنوريكم الان الشكل النهائي ديال لابغيوش اللي تاهي جات رائعه جدا ولذيذه، كنصحكم كذلك انكم تجربوها، غتعجبكم عفوا وغتعجب وليداتكم. فيكم تحضروها سواء في الفطور اولا في الكوتي، ترافقوها بالجبن بالشوكولاته بالمربى، كيبقى لكم بطبيعه الحال دائما الاختيار. كنتمنى البنات الفيديو ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. الا كنتوا اول مره كتشوفوني اليوم ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش توصلوا دائما بجديد. لي لايك ديالكم ولي كومونتير دائما تفرحوني وكيدعموني. كنضرب لكم موعد قريبا جدا فكره جديده وموضوع جديد، تنقول لكم الى اللقاء.